حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا لتصل إلى أكثر من 500 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي. قالت الإدارة إن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت أكثر من 500 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعا عن الأسبوع الذي سبقه حيث بلغت فيه الصادرات النفطية لأمريكا معدل 134 ألف برميل يوميا. أعلنت حكومة السودان عزمها مناقشة زيادة حصة العراق الإنتاجية من النفط في منظمة أوبك بلس. وقال السوداني إنه سيجري نقاشات مع أعضاء المنظمة الآخرين لإعادة النظر في حصته الإنتاجية وزيادتها، معللاً ذلك بالحاجة إلى الأموال لإعادة إعمار العراق على حد تعبيره. وأضاف أنه حريص على الحفاظ على استقرار أسعار النفط عند مستوى لا يتجاوز 100 ألف دولار أو 100 دولار للبرميل الواحد بحسب وكالة رويترز. كشفت غرفة التجارة الإيرانية أن صادرات طهران إلى العراق قد بلغت نحو 4 مليارات دولار من السلع في أول 7 أشهر من العام المالي الجاري. وقالت الغرفة إن صادرات إيران إلى العراق تجاوزت المتوسط الشهري البالغ 600 مليون دولار في الشهر السابع من العام المالي الجاري، حيث بلغت 647 مليون دولار مسجلة ارتفاعا عن الشهر السابق الذي سجل 420 مليون دولار. يذكر أن إيران تتمتع بنفوذ اقتصادي واسع في العراق مستفيدة من حلفائها من أحزاب وميليشيات السلطة. كشفت وكالة S&B الأمريكية أن 4 دول شرق أوسطية بينها العراق هي أكبر مستوردين رئيسيين للرز في المنطقة. وأشارت الوكالة إلى أن الصين كانت أكبر مستورد للرز في العالم بحوالي 3 ملايين طن سنويا، لكن الفلبين حلت محل الصين كأكبر مستورد في العالم، مبينة أن المستوردين الرئيسيين الآخرين في دول الشرق الأوسط يشمل المملكة العربية السعودية والعراق وإيران والأردن إضافة إلى الاتحاد الأوروبي. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا تستعد لإنشاء سوق دولية متقدمة للغاز الطبيعي في البلاد. كلمة الرئيس أردوغان جاءت خلال مشاركاته في حفل إيصال الغاز الطبيعي إلى مناطق جديدة بولاية قسطنطنيا شمالية تركيا، حيث أوضح الرئيس التركي أن سعة الغاز الطبيعي اليومية لتركيا بلغت 360 مليون متر مكعب، مؤكدا أنه يمكن لتركيا اليوم أن تلبي الارتفاع المفاجئ في الطلب على الغاز خلال فصل الشتاء. ولا نترككم مشاهدينا الكرام مع أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. ختام الموجز الاقتصادي بأمان الله.